كيف أحوالك فضيلة الشيخ؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، عندي سؤال واحد فقط. نعم، في الآونة الأخيرة انتشر فيديو لأحد المدرسين وهو يتكلم بكلام بذيء مع طلبته، بينما هذا السؤال الذي يطرح نفسه، أنه في صحيح البخاري في باب الحدود أن لما أتيت بباعث بن مالك النبي قال له لعلك تقبلت أرغم الدولة. يا إخوة، اللفظة التي يشير إليها السائل عرفتها في قصة ماعز الأسلمي، والتصريح بلفظ الجماع هذه اللفظة شاذة، بارك الله فيكم، ولا تثبت. هذه اللفظة شاذة، بارك الله فيكم. السلام عليكم. صحيح البخاري، أنتم عدتم صحيح البخاري كله صحيح حسب ما نفهم، هذا طبعا صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل، متوفى سنة 256 طبعا، طبعة سنية، دار ابن الكثير، دمشق، بيروت، في كتاب الحدود، في كتاب شنو الحدود، صفحة 1687. يا باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمست، حديث 6824. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتي ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون قال له لعلك قبلت أو غمست أو نظرت، قال لا يا رسول الله، قال أنكتها؟ قال أنكتها، يعني رسول الله يستخدم هذا اللفظ أن أنكتها معقولة يعني، وأنت المجتمع كله هب على هذا المدرس لأن قال كذا كذا، مو سبع أنت ردت كذا، فإذا كان رسول الله عندكم صحيح البخاري هيك، والله مشكلة، هاي مشكلة كبيرة. طبعا هنا الشيخ كذب وحتى حاول يقطع اتصال، لأن لفظة قال أنكتها منسوبة إلى رسول الله، وفي أصح كتب عندهم، يعني عندهم صحيح البخاري خلاص كله صحيح، صحيح مسلم وصحيح البخاري عندهم كله صحيح. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقولون يستخدم هذه اللفظة، ويشوف المجتمع كله هب على هذا المدرس لأن يستخدم هذا الكلام البذيء، الكلام طبعا ما مقبول لكن المجتمع كله، فكيف إذا تنسبون هذا الكلام لرسول الله الرجل العظيم أعظم مخلوق عند الله سبحانه وتعالى هو محمد صلى الله عليه وآله، فكيف تنسبون هذا القول في أصح كتب؟ هذا دين النواصب، صحيح البخاري، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم. وعليكم. ألم يأمر القرآن بعدم الخروج على الإمام؟ هذا المتكلم الشيعي الرافضي الذي يسمى ثائر الشيعي الرافضي، والآن هو من العراق أو من إيران. السلام عليكم. هل البر والفاجر كان يدخل على بيت؟ اقفل على هذا الشيعي الرافضي الذي يسب أمهات المؤمنين أيها الأخ الكريم في غرفة التحكم. هذا المتصل يقال له المتلون ثائر الشيعي أو دراج الشيعي، دوما ينال من أمهات المؤمنين عليه من الله ما يستحق. السلام عليكم.